بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تتشرف جمعية حي العدور خاصة وأبناء حي لقلصيار عموما باستضافة مشايخنا الكرام في إطار أهداف جمعية حي العدور، وذلك في إعداد محاضرة تحسيسية لمحاربة الآفات الاجتماعية، من بينها محاربة آفة المخدرات. وقبل الخوض في أشغال هذا اللقاء، خير ما نبتدئ به هذا الاجتماع هو تلاوة آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ على الدين شنيتي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم متكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بارك الله فيك شيخ على الدين، شكر الله لكم إنصاتكم، نعيدها ونكررها للمرة الثانية. أبناء حي الأقلصير عموما وجمعية حي العدول ترحب بشيوخها الكرام الذين سيقدمان محاضرة حول آفة المخدرات. أولهم الشيخ الدكتور الفاضل أبو عبد الرحمن سليم حكيمي، نرحب به، والشيخ الدكتور الفاضل الشيخ عبد الحبوبي. ننطلق مباشرة في المحاضرة، وأول من يلقي المحاضرة الشيخ أبو عبد الرحمن سليم حاكمي، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأن صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وبعد، فالحمد لله الذي أسعد عيني برؤية الصالحين وأسعد قلبي بحبهم. الحمد لله الذي جمعني بكم في هذا المكان على طاعته، وأسأله أن يجمعني بكم في جنته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن. ثم الشكر موصول والدعاء مبذول لكل من أسهم في هذا اللقاء المبارك، في لقائنا بأحبتنا بحينا الذي تربينا وترعرعنا فيه، مشينا فيه صغارا وشبابا وكهولا، درسنا فيه وتعرفنا على أهله جيراننا وأحبتنا وإخواننا وأقاربنا. الشكر موصول والدعاء مبذول لإخواننا القائمين على هذه الجمعية، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد. كل باسمه وجميل واسمه، وإن فاتتني الأسماء فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فلهم منا ثناء عاطر وشكر جزيل. وأثني بشيخنا شيخ عبد القهار حفظه الله تعالى، الذي أسعد بالجلوس أمامه وأستفيد منه حفظه الله تعالى. ولا أنسى أخي شيخ علاء الدين، فقد استمتعت معكم بتلاوته الطيبة العذبة وقراءته الجميلة، ويعلم الله جل وعلا أنني أتشوق لسماع الشيخين الفاضلين وتلاوتهما الندية، شيخ عبد القهار شيخ علاء الدين حفظهما الله ورعاهما، مع سائر المشايخ الفضلاء الذين يحضرون معنا. وأنا قلت لإخواني قبل أن أجلس في هذا المكان، حضوركم كان أنتم أهل للنصح والتذكير والتعليم والتوجيه والوعظ والإرشاد، ولكن دعينا فأجبنا، وأسأل الله أن يتقبل. هذه مقدمة وجيزة بين يدي حديثنا عن آفة المخدرات، وهي آفة خطيرة وتترتب عليها آثام كبيرة وجرائم فظيعة. وحتى لا تشت الأذهان ولا تتبعثر الأفكار، سينتظم كلامنا إليكم في هذه الدقائق المعدودات في العناصر الأربعة الآتية. أولاً،
خطر المخدرات وتحريمها. ثانيا أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع. ثالثا أسباب انتشار المخدرات. ورابعا وأخيرا من وسائل العلاج. وسأتناوب أنا مع أخي شيخنا شيخ عبد القهار في الحديث عن العناصر التي ذكرتها على الترتيب الذي سلف، والبداية بالحديث عن آفة المخدرات، خطرها وتحريمها. أيها الكرام، المخدرات محرمة، والله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة ومن أعظمها نعمة العقل. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمة العقل، به نميز بين الغث بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين الصالح والفاسد. هذا العقل أيها الكرام نعمة، فضلنا ربنا عز وجل على كثير من مخلوقاته به. وقد قال الحق جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل واحد منا أيها الكرام يريد أن يستحضر نعمة العقل التي أنعم بها ربنا عز وجل عليه، إذا مر ورأى أولئك المختلين عقليا الذين يقال لهم المجانين، إذا رأاهم في الطرقات يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء، ملابسهم رثة متسخة ممزقة، أظفارهم طويلة، شعورهم طويلة، حينئذ تتذكر نعمة العقل. هذا الإنسان فقد العقل، هذا الإنسان غطي عقله فهو يتصرف بهذه الطريقة، وربما سأل الله السلامة نزع ثيابه ومشى عاريا في الطرقات وأبدى عورته أو جزءا من عورته. حينئذ حري بكل واحد منا أن يتذكر جيدا نعمة العقل، ويستحضر الحديث النبوي الوارد في ذلك حينما يرى الإنسان مبتلى: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أنا أعقل، أنا أفكر، أنا ولله الحمد رزقني ربي عز وجل عقلا. والذي يعرف هذه النعمة لا يقبل أيها الكرام أن يفسدها، أن يتلفها، فكيف بالذين يتعاطون المخدرات ويشربون الخمور؟ هؤلاء يتلفون هذه النعمة ويفسدونها. والله عز وجل سائلنا وسائلهم عن النعم كلها، سنسأل بين يدي ربنا جل وعلا على هذه النعم، على نعمة العقل. والمخدرات بالمناسبة مفسدة أيها الكرام للكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. الكليات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. المخدرات تفسده، كيف يلقى ربه عز وجل وهو عاصٍ وهو يتناول المخدرات ويشرب الخمور؟ وحينما أقول المخدرات، كل نوع من أنواع المخدرات كما سأبين هذا محرم أيها الكرام. دين الإنسان في خطر لأنه يتناول المخدرات، ومعلوم أن من تناول المخدرات ربما إذا لم يجد مالا وصار مدمنا عليها لجأ إلى السرقة تارة، أو إلى القتل أحيانا، خاصة من بعض مروجي المخدرات، عندهم أطنان المخدرات ومستعد لقتل كل من يجده في الطريق لأجل إيصال المخدرات إلى من يسأل عنها ليأخذ الأموال. شاهد أن المخدرات حرب على دين الإنسان،
على نفسه تترتب عليها أمراض خطيرة، على عقله يتلف عقله ويفسده، على عرضه يصير عياذا بالله ديوثا تموت الغيرة في قلبه، على ماله لأنه ينفق الأموال. قد يقول قائل: وهذه سمعناها ونسمعها، المخدرات ليست خمرا، والنصوص الواردة إنما وردت في الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأين النصوص على تحريم المخدرات؟ أقول: أولا، جاءت النصوص دالة على تحريم المخدرات، اسمعوا هذا واحفظوه وبلغوه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر، سواء تناوله عن طريق الأكل أو عن طريق الشرب، الخمر مشروب، عن طريق الشرب، عن طريق الاستنشاق. أنا رأيت مرة طفل، على كل الآن راه شاب لكن هذه عندها مدة، وجدت في مكان في مكان جدت شيء واحد القرعة هكذايا عقب يشم، واش راك تشم يا عبد الله؟ لحقت لعندو لقيت عندو اللصقة الغراء هذاك يدوخ، هذاك مخدر أيضا، عقبو يشم. يا أخي هذا حرام، شك دير. فترته، وهذا هو يقول لك المخدر مسكر أو مفتر. مفتر يشعر بالكسل، يشعر بالارتخاء، يحس روحه فشلان كامل، خلاص طالق روحه، تشوفه هدرة ما يقدرش يهدرها، مشية تاعو ثقيلة إلى آخره. إذا قلت: سواء كان عن طريق الأكل، عن طريق الشرب مشروب، عن طريق الشم استنشاق، عن طريق يعني التدخين، عن طريق الحقن. الآن راهو كاين الحقن، الإبر هذيك يقول لك نضربوها له هذيك تاعو هذيك يتناول، هذا كله مخدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا حديث ابن عمر. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. اسمع، كل من أجلى وأوضح صيغ العموم، كي نقولوا حاجة تفيد العموم، كل مرتبة الأولى، كل قال كل مسكر خمر، يعني حتى المخدرات نسميها خمرا، وكل مسكر حرام. الحديث الأول، في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصا. كل مسكر حرام، إذن يشمل كل شيء، ليتكيفوها تسكر، ليشموها تخدر، ليأكلوها تخدر، ليشربوها تخدر، ليضربوها عن طريق الحقنة تشكى هذيك، ليضرب الإبرة هذيك تخدر، كله كل مسكر حرام. حرام هو الدليل. ثم قال، يبين العقاب الأخروي، قال: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قال لهم: هذا اللي يشرب الخمر، هذه المسكرات كذا في الدنيا، ربي عز وجل يعاقبه، يسقيه من طينة الخبال. قال الصحابة: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ شنو هذه طينة الخبال اللي ما عرفوهاش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرق أهل النار، عصارة أهل النار. شنو عرق أهل النار، عصارة أهل النار؟ قال العلماء أكرمكم الله: القيح، الصديد، الدم اللي يخرج من الناس اللي يكونوا في جهنم، من الأجساد تاعهم هم يتعذبوا، يخرج منهم قيح والصديد والدم وكذا، هذاك يسقيه ربي عز وجل، يسقي به الذين يشربون المسكرات في الدنيا، صلى الله عليه وسلم. إذن أمر خطير جدا. فإن قال قائل: هذا الدليل؟ أقول: نعم، إما أن يقال هذه النصوص دالة بعمومها على تحريم المخدرات، وإذا تنزلنا قلنا النصوص وردت في الخمر، والمخدرات تجتمع مع الخمر بجامع العلة المشتركة وهي الإسكار، فتكون محرمة. ما يجيش إنسان يقولنا: لا لا، توما المخدرات مش حرام، كي غير الخمر اللي حرام. لا، محرمة بالنصوص كما بينا. فإن قال قائل: المخدرات محرمة، فما أضرارها؟ ما مفاسدها؟ ما مساوئها؟ ما الذي يترتب عليها؟ فالجواب يأتيكم في عنصرنا الآتي مع أخي شيخنا الشيخ عبد القهار حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فأستفتح بحمد الله عز وجل وشكره الذي جمعني بهذه الوجوه الطيبة الكريمة وفي هذا المكان الذي أعرفه ولي فيه ذكريات كثيرة أستطيع أن أدونها في كتاب. وأحمد الله عز وجل الذي وفقني لاجتماعي بشيخنا الشيخ سليم حكيمي حفظه الله وبشيخنا الشيخ علاء الذي كما قال شيخنا سليم نتمتع ونخشع لاستماع لتلاوته، والله شهيد على ذلك. وفي الحقيقة الشيخ قدم بمقدمة لا أريد أن أزيد عليها لأني لا أستطيع ذلك ولا أحسن ذلك، وسأتكلم عن العنصر الثاني مباشرة والذي له صلة بأضرار المخدرات. وفي الحقيقة الذي يقف على أضرار المخدرات بعقله فقط، عندما يفكر تفكيرا سليما تفكير العاقل ينتهي عنها ويجتنبها، كما قال بعضهم رأيت الذنوب دناءة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. تركت الذنوب أو رأيت الذنوب دناءة، يعني شاف المعاصي تحط من قيمة الإنسان، كيما شرب الخمر. إنسان في الجاهلية رجل زعيم وسيد من سادات العرب شرب الخمر، فدخل ليلا وهو سكران. وش دار فرايك؟ وش دار فرايك؟ راود ابنته، موش عارف شو يدير، كراه يتعدى على بنته. فجاء أهل البيت ومنعوه، فجعل يقول انزلوا القمر. شو يهضر يقول؟ هبطوا القمر، قالوا أريد أن أبايز القمر وأشهر سيفه، وجعل يبايز القمر. القمر وراه القمر يا إخوان. الصبح كي راح عليه السكر كلموه الأهل، قالوا له عباك وش درت في الليل؟ قالوا له كذا وكذا. قال ما أنا فعلت هذا، قال ما أنا درت هذا الشيء، هذا بنتي اللي هي بضعة مني، بنتي اللي هي محل عرضي، بنتي اللي هي قرة عيني، أنا ندير معها هذا الشيء؟ قالوا نعم لقد حاولت وكذا. فحلف أن لا يشرب الخمر حتى يموت. في الجاهلية، هذا في الجاهلية، في الجاهلية حتى ما زمجش الإسلام، الناس راهي الشرك بالله سبحانه في ضلال مبين كما وصف ربي سبحانه حال الجاهلية. ولهذا تلقاه في الصحابة رضي الله عنهم قبل ما يجي الإسلام كاين منهم اللي كانوا ما يشربوش الخمر. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمره شرب الخمر، لا في جاهلية ولا في إسلام. سيدنا عثمان كذلك عمره شرب الخمر، لا في جاهلية ولا في إسلام. علاش فرايكم؟ إخي الخمر كانت كيما الماء، يشربوها كيما الماء، لأن الناس هذو كانت عندهم عقول وكان يشوفوا بالخمر هذه دناءة تحط من قيمة على الإنسان وترجعوا على صيفة كما يعني تقدر تقول كما المجنون. هذا الحي بالذات كان شرب الخمر منتشرا بقوة،
كانوا الناس مساكن يجوا سكارى وشوف حالتهم كيف يجوا الدار. وانا نشفع على بعض الصور والله ما زالها الان راسخه في يعني ديك يعني في ذهني. فكنت نشوف هذوك الناس نقول سبحان الله مع صغر سني نقول هذو ما همش عاقلين ما عندهمش عقول. حتى ان بعضهم يا اخوان يجيه البول اكرمكم الله وهكذا يكشف عن عورته في نص طريق اكرمكم الله ويبول وناس تشوف فيه ما كانش العقل. ولا يا اخواني في الحقيقه كي تعرف الاضرار خلاص يعني اذا كنت عاقلا تجتنب هذه الخمر وما في حكمها. والمخدرات في الحقيقه يا اخواني صدقوني يعني ما يقدر حتى واحد يقول باللي كاين فرق ما بين الخمر والمخدرات. فكلاهما منصوص عليه في الدين باللي هذه حرام وتلك حرام. واذا قلنا كما قال الشيخ الكلام راه في الخمر المخدرات تقاس على الخمر تقاس على الخمر وعندها نفس العله وعندها نفس الاثار وعندها نفس الاضرار. بل ربما المخدرات يا اخوان الان راهي زادت على الخمر بكثير من الاضرار بكثير من الأضرار. ويكفيكم ما أشار إليه الشيخ وهو أن المخدرات يقوى من أضرارها أنها حرب على الكليات الخمس. كليات خمس اللي هي حفظ الدين وعندك حفظ النفس حفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. وسبحان الله المخدرات ضد هذه الخمسة تهدمهم في خمسة. وأعظم شيء تهدم المخدرات هو الدين. يعني الإنسان يا إخواني إذا كان يتعاطى المخدرات دير في بالك باللي راه ضعيف الإيمان ويسمح في دينه على جال المخدرات إلى درجة يا إخوان أنه ربما يا إخواني يرتد عن دين الله عز وجل ويكفر بالله تبارك وتعالى من أجل هذه المخدرات. وأنا في الحقيقة كما يعني ارتب لنا الشيخ هذا اللقاء حبيت نذكركم قصة تعرفوها تبين ضرر المخدرات. هي قصة يحكيها لنا سيدنا عثمان رضي الله عنه رواه القصة رواها النسائي بسند صحيح. علاش سميت الخمر بأم الخبائث؟ علاش؟ كي تعرفوا الخبائث هي المحرمات. قال سبحانه ويصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يحل لهم الطيبات يعني لهذا الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أوصافه التي ذكرت في التوراة والإنجيل أن نبينا صلى الله عليه وسلم مع أمته يحل لهم الطيبات الحاجة الحلال ويحرم عليهم الخبائث الحاجة المحرمة. ومن الخبائث كما تعلمون الخمر وأختها المخدرة. سيدنا عثمان رضي الله عنه يذكر قصة ويقول العلماء لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو ما سمحش إلا من عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنا أنقرأكم هكذا يعني قصة تسمعونها فقط بتعبيري. يعني هناك ملك وفي رواية أن هناك امرأة افتتنت برجل والعجيب أنه صالح. اسمعوا مليح يا إخواني الابتلاء ما تقولش بالإخلاص أنا راني ملتزم وراني على استقامة خلاص يخطوني الناس تاع الشر. لا لا خاطي الناس تقولني خاطي الناس علاش ما خطاونيش؟ ربي سبحانه قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت مادام راك مؤمن دير في باب بلي راح تفتتن وتختبر. المهم نقولوا امرأة المهم افتتنت بهذا الرجل الصالح حبت تجيبه للقصر تاعها. واش دارت؟ بعثت له الجاريه على اساس انه يحتاجوه لانه انسان مؤمن يشهد. وانتم ما تعرفوا الشهود لازم يكونوا ناس عدولا اي ناس معروفين بحسن السير وبطيب السريره. فجت الجاريه الخادمه قالت له السيده تاعي تحتاجك في الشهاده باش تشهد لنا انت راجل صالح. والظاهر انه كان فيه غفله يعني كان شويه مغفل. لان انت مثلا امام ولا شيخ ولا تجي مراه تستفتيك تقول لك روح لي للدار تروح بين ابني ما تروح. يا سيدي المراه هذه عندها ظرف خاص نروح انا والشيخ يعيط لي الشيخ روحوا كيف كيف.
ونرعيتكم على مثلا ونرعيتكم رشيد هارون والرواح خويا معايا نروحوا فيه الإنسان ورايح لقاب المرأة ماشي الظاهر أنه كان فيه غفلة على الإنسان راح وحده المهم كل ما يدخل باب يغلقوه عليه حتى قابل هذا المخلوقة هذه وكانت جميلة جدا فقالت له شوف أنا والله ما عيت لك للشهادة ولكن عيت لك شوف أخزر عندك أمور خير واش تدير وهذه الأمور إخوان كلها من الكبائر قالت له شوف تزني بيا ولا تقتل هذا الصبي ولا تشرب هذا الخمر باطية جاء هكذا الحديث باطية الخمر ولا تأكل لحم الخنزير في رواية زيادة لحم الخنزير ما تربح واجه قعمي الكبائر هو يا إخواني ما عندوش فقه هذا الإنسان كما قلنا صالح ما يعتني غير بجانب العبادة صار جانب العلم ضعيف ولهذا يا إخواني الشيطان يلعب بالناس العباد إذا ما كانش عندهم علم يعني أنت تقول كيفاش هذا عاب نعم الشيطان يا إخواني ما تغلبوش غير بالعبادة تغلبوا بالعبادة والعلم العلم لذا يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لهم الشيطان يفرح بموت يعني عالم أكثر من بموت ألف عابد سأسأل قالوا كيفاش موت عالم يفرح به أكثر من ألف عابد قالوا نعم قالوا الشيطان خطرا كان في مجلس وسقسى يعني عالما أو قبل ذلك سقسى عابدا قالوا هذا الكون اللي تشوف فيه قاعد كون يقدر ربي يحطه في حبة بيض الأخر وكأنه هو شو تردد هكذا قالوا الكون هذا قاعد يحطه ربي حبة بيض فقال الشيطان لأصحابه وبين لهم علاش يفرح بموت العالم أكثر من موت العابد قال ألا ترون أن هذا العابد قد كفر لأنه شك في قدرة الله قال ما راح نبينكم شوفوا العلماء جلس عند عالم قالوا أيها العالم هذا الكون كله واش رأيك يقدر ربي سبحانه يحطه في بيضة قالوا مباشرة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون قالوا شفت فعلاش نفرح أنا بموت العالم ولا أفرح بموت العابد للعابد يكون سهل على الشيطان فالمهم هو واش خير قال انا ما شوف الزنا بزاف يعني حاجه كبيره قتل النفس كبيره اكل لحم الخنزير كبيره دي سهله واش هي بالنسبه ليه نشرب الخمر نشرب كيما دوك المخدرات الشباب نتاعنا باش بداوها بالدخان ومن بعد تيك بالعقل يجب الجبده نتاع المخدرات ومن بعد يولي يجي بعد يشرب قارو ومن بعد يولي يشرب قواره ومن بعد يتطور شويه خلاص هذوك راح الدرجه الثانيه يولي يتناول الحبوب هذوك الحبوب والانواع ويترقى حتى يولي مع من مع الغبره يا اخوان يولي مع الحوايج اللي ما يخطروش ببال منين جاء هذا الامر انه استصغر القضيه مع الاول هذا العابد هذا دار في باله باللي كي يشرب الخمر سلك ونساب اللي عقله راح يروح له وكي يروح العقل واش يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ما خامر العقل معناتها الخمر اللي يغطي العقل والمخدرات تغطي العقل لهذا كاين يكون سمحوا لي انا نقادركم صانا نهضروا على الاضرار يا اخي كذا شيء كاين اللي تعدى على يمه واش رايكم شارب مخدرات زنى بامه ما استغربش شارب مخدرات زنى باخته ببناته ما استغربش شارب مخدرات اقتل يماه شارب مخدرات اقتل باباه اقتل زوجته اقتل وليده حاجه استناها ولهذا هذا كيشرب الخمر يقول سيدنا عثمان فلم ينتهي عن شيء أمره به يعني واش قالوا له مع الأول دارهم قاع يا إخوان الزنام بعد ما شرب الخمر الزنام بالمرأة وكلا الخنزير وقتل الصبي ألا يكفيكم هذا يا إخواني باش تعرفوا أن الإنسان إذا كان ما شكرش نعمة العقل اللي أعطاها له ربي سبحانه بالحفاظ عليها بالعلم يطلب العلم وكذا باش يحافظ على عقله وفي نفس الوقت بان يمنع هذا العقل من ان تصيبه الاضرار ومن ذلكم ضرر المخدرات هذه نعمه لازم تحافظ عليها منا ومنا من جانب الوجود كما يقول العلماء من جانب العاده فاذا نقول لمن ابتلي بهذا الابتلاء يا اخي العزيز اضرار المخدرات كثيره
لا تعد ولا تحصى. وأنت بتناولك لهذه المخدرات ستفتح على نفسك بابا من أبواب الشرور كثيرة. وانتم سمعتوا في هذه القصة شيئا من ذلكم. ناهيكم يا إخواني عن عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالإنسان اللي يتناول المخدرات ما هو شيء يا إخوانا بيستنى فيه شيء يسير ولا شيء خفيف، خاصة الذين يروجون للمخدرات ويهلكون الشباب ويفسدون المجتمع. يعني هؤلاء لهم يعني حديث خاص ولهم شأن خاص، ويكفيهم قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا. أدرج العلماء مروجي المخدرات في من يسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب عظيم. فأكتفي بهذا القدر، سائل من الله تبارك وتعالى أن يجنبنا أضرار المخدرات. والشيخ إن شاء الله سيفتح صفحة أخرى معكم ليحدثنا عن أسباب انتشار هذه الظاهرة. ولا يخفى عليكم يا إخواني أن هناك أسبابا كثيرة، وسيختصر لنا الشيخ الكلام عن أهمها، فليتفضل مشكورا ومأجورا. أسباب تعاطي المخدرات كثيرة ومتنوعة، لعلي أذكر أبرزها وأهمها فأقول: سبب الأول أيها الكرام رحلة البحث عن السعادة الموهومة. الشيطان لما يزين الباطل لهذا الإنسان وقد ضعف الإيمان في قلبه، يوهمه الشيطان أنه في رحلة البحث عن السعادة. لذلك يقول قائلهم: قل كان عندي مشاكل كذا، نبي أنا رحت كيف كذا، ننسى الهم تاعي وكذا، يعني عندي ضغط عليا، ضغط في العمل ولا ضغط عائلي ولا أنا بطال ولا أنا. يا عبد الله، الواجب عليك أن ترجع إلى الله لا أن ترجع إلى المخدرات، فالمخدرات تزيدك سوءا على سوء ووبالا على آخر وشرا على شر. الأصل أنك ترجع إلى الله. إذن الشيطان يزين له الباطل فيظن المسكين أنه يبحث عن السعادة الموهومة، هي وهم الآن، يبحث كيف يبحث عنها؟ تناول مخدرات. قل لك أنا نكسر هذاك الضغط اللي راه علي بزاف وتروح لي القلقة، كي تناول مخدرات ننسى همي. بالعكس، أنت تزداد هما إلى هم. الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كيف يزول عنك الهم والغم والمصائب والنكد والمشقة التي تجدها، التعاسة التي تواجهها؟ ارجع إلى ربك. ففروا إلى الله. نحن نفر إلى الله، نفر إلى الله بطاعته. إذن هذا السبب الأول. بعض المساكين يزكي الشيطان الباطن فيظنون أنهم يجتنبون الهموم التي تلاحقهم أو يبتعدون عنها أو يتخلصون من ضغطها بهذه الطريقة، فنقول لهم: أخطأتم الطريق. هذا السبب من أبرز الأسباب، وله علاقة بسبب آخر أذكره معه، وهو أن الإنسان يلجأ إلى المخدرات أحيانا، يقول لك: لأنام، يأتيني الأرق في الليل. ولكن الأرق في غالب الأحيان هو بسبب معاصيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من ابتعد عن جادة الطاعة ابتلي بهم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي حتى يعود إلى ربه. هو إذن لما يجيه الليل تقول لك: أنا ما يجينيش النعاس، قاعد نطلع ونهبط. لماذا؟ أولا هو خايف من الموت،
باش نلاقي ربي، نتهاون المخدرات، نتهاون في الصلاة، فاعل منكرات إلى آخره. إذا واش يقول لك الحل؟ نزيد نتكيف في الليل باش ما نجيبش خبر ونرقد. إذا هذا أو هذه رحلة البحث عن السعادة الموهومة هي من أسباب تعاطي المخدرات. من الأسباب أيها الكرام، لاحظوا الشيخ أشار قبل قليل إلى هذا إشارة خفيفة ومر. الإنسان عموما لا ينتقل مباشرة إلى تعاطي المخدرات مباشرة، أول حاجة بديها بالمخدرات. ولذلك فيه إحصائية دراسات علمية تقول بلي نسبة 25% من الذين يدخنون ينتقلون إلى المخدرات. الشيطان هذه طريقته. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قالش ربي لا تتبعوا. يعني الإنسان يبدأ كما أشار شيخ بالتدخين، كما قال لك يبدأها بقار، معليش قار واحد يقول مانيش مدمن على التدخين قار، وبعدها يولي كثر ثلاثة أربعة في النهار، وبعدها يقول لك احكم فيا الدخان، وبعدها خاصة هذا الجيل، وبعدها ينتقل إلى المخدرات، ينتقل إلى المخدرات. ثم هذه المخدرات البداية سببها، وهذا سبب آخر، سببها الرفقة السيئة. هو ما يخدرش، هو مش تاع مخدرات، لكنه صاحب المولين فولى. ولذلك يقال من صاحب المصلين صلى، ومن صاحب المولين ولى، والصاحب ساحب. شاعر يقول أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. يقال يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللمرء على المرء دليل حين يلقاه، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه. البداية هذا من أبرز الأسباب الرفقة السيئة. لذلك يا أيها الكرام، إذا هذاك اللي يتناول مخدرات وكذا، ما نقولكمش ما تلقيوش عليه السلام، بالعكس روحوا لك عليه السلام وجالسوا، يعني جالسوا باش تنصحوا وذكره بالله. هؤلاء مبتلون بهذه الآفة، راهم بين قوسين راهم غارقين أيها الكرام. من الذي يمد إليهم اليد لينتشلهم؟ من الذي يمد إليهم اليد لينقذهم؟ أنا وأنت. إذا كان إحنا تخلينا عليهم صاروا نقمة سائغة للشيطان، صاروا فريسة سهلة لعدو الله إبليس. يجي ساهل يقول لك أنا واحد ما يلقي علي السلام، جماعة المسجد الناس صالحين الناس كذا، واحد ما يلقي ما لا نحوس على حتى واحد، ندير وكذا ونفعل وإلى آخر. بالعكس، من أجل النصح، من أجل التذكير، من أجل الوعظ، ذكره، عظه، قل له في نفسه قولا بليغا، لعل كلماتك الرقيقة الرقراقة تخرج من قلب سليم، لا أقول من لسان فقط، من قلب سليم، لتصل إلى قلب يريد الخير ويبتغيه. أيها الكرام، من أبرز الأسباب الرفقة السيئة. هو ما يتناولش مخدرات، وربما حتى تدخين هكذا بالرفقة، لكن يجلس معاه أو جالس أو جالس مرة فقط ومرتين وثلاثة، وبعدها يبدأ يشم، وبعدها تقولوا ما فيها والو، ما أصلا مقلق، راك مقلق على بالي نحي الزعاف. نحي الزعاف هذاك ما ينحيش الزعاف، هذاك هذا ينحي الحسنات ويجلب السيئات، ماشي ينحي الزعاف. ولما نتكلم لكم على يعني الأثر، أثر الإنسان، أنا لي قصة مع هذا صراحة. قصة عندها حوالي 12 سنة، كنت داخل مسجد النصر، قال لي واحد الأخ قال لي فلان أو ترك مخدرات في المكان الفلاني، دخل المسجد. رحت للمحل التجاري أحد الحانوت، قلت له فلان خلاه عندك كذا، قال لي إيه، قلت له الحمد لله أعطيني نشوف. فتحت من ما نعرفهاش بالمناسبة، أنا ما نعرفهاش هكذا، المهم كان معايا الأخ، قلت له هذه هي، قال لي هذه هي. دوك أنا ولينا نسمعوا، دوك أنا ولينا نعرفوا واحد آخرين، المهم قلت له هذه هي، قال لي هذه هي. خلاص حكمتها خبيتها، وين خبيتها؟ ها هو المشكلة، حطيتها في سيارتي، حطيتها داخل السيارة. خلاص قعدت ننتظر، صلينا خرجت ننتظر فيه جال الماء يا أخي. المهم هو شعر بالخجل، وأظن أنه شعر بالحياء من الله، ذكرته بالله عز وجل كذا، قال لي كيما كنت تقول، قال لي بغي المشاكل أني بت برا وأني بت في السيارة وراه عندي أمور إلى آخر إلى آخر. المهم هذه ليست أعذارا شرعية، هذا من وحي الشيطان، هذا من تلبيس إبليس عليه. المهم
لما ذكرته كذا قلت له عاهد ربك تب إلى الله كذا، تصوروا وش يقول لي. قال لي ما يا شيخ، قال لي تناول، قال لي بصح في الليل قم لي. سبحان الله، يعني الناس ما يتناولوش مخدرات تجيهم صعيبة قيام الليل، وانت تجيك سهلة قيام الليل. الناس ترقد ما تفطر ما والو الصبح، واحيانا ما يفطر، وانت قليل الله غير صح ان شاء الله نتوبوا. المهم ذكرته بالله وكذا، قلت له مخدرات خلاص، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. قلت له خلاص مخدرات هذيك انا نرميها. قال لي خلاص ما عادش نطلبها، خلاص ان شاء الله تبتي الى الله. شاهد انا نسيتها 21 يوم وانا جايز على حواجز الامن والدارك الوطني. قلت يا بعدها قلت كون حكموني يقول لك القاء القبض على امام مسجد النصر. مسجد النصر دائما مسكين، ها امام مسجد النصر مخدرات وكذا، يظل يذكر في الناس فوق المنبر ويقول لهم اتقوا الله واياكم المخدرات، وهو لقينا عنده المخدرات. وقيل امام هذا كان ساعنا ساعة، الله المستعان، نسال الله السلامه. هذا من تاثير الجلسة. انا ما جلستوش، فقط نحيت المخدرات باش نرميها، نسيتها عندي، هاني قريب ورطتني. فما بالك الانسان يجلس مره ومرتين وثلاثه يتاثر. الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الرجل دين خليله، صاحبه، جليسه، فلينظر احدكم من يخالل. حوس مع من تجلس، اجلس مع اللي يصلي ويخاف ربي. إذا ضعفت، إذا نسيت ذكرك، إذا غفلت نبهك، إذا جهلت علمك، وهكذا. هذا هو الجليس المطلوب. الإنسان يبحث، أما إذا جلست أنت إنسان هو تاع مخدرات وأنت ما تتناولش، يخشى عليك أيها الكرام أن تتأثر به. فالإنسان كما هو معلوم يصطبغ بصبغة جليسه، يتأثر به. لاحظوا غير بعض الناس يصلي مع الشيخ علاء يوليح بيقراكم كما الشيخ علاء، الله يبارك، تأثر به. قل لكم الله غير ما نشتهي بخبر وليت نقرأ كيف. بالمناسبة الشيخ علاء إذا تقبلون ديهم درارية مش مشكلة، ينديه معايا يطعد ترجعوني لهنا، خير واحدة من هذا. والشيخ عبد القادر، وهذا المكان هذا عجبني ما شاء الله، كون يقبلون نديره مصلى جمعة جمعة أنا وياك شيخ ما شاء الله. شيخ علاء نجيبوا الإمام هنا معانا، وإحنا جمعة بجمعة أخا عبد الكريم ولا مؤذن وكملوا ما شاء الله، وجماعة محاضرين الله يبارك. الإمام كاين والخطيب كاين واللي يحضروا كاين، والمكان ما شاء الله نقيم ما شاء الله، كون غير تشوفك تعاوننا فيه. المقصود أيها الكرام، السبب الأول ذكرته، هو الثاني هذا الثالث. السبب التأثر بالجليس، فالإنسان يختار الجلساء الصالحين. إنسان يتأثر كثيرا بجلاسه أو بجلسائه، هذا من أعظم الأسباب. ثم هذه المخدرات أيها الكرام ينتقل الإنسان يعني شيئا فشيئا فيها. كيف ذلك؟ البداية ربما يبدأ الإنسان فقط يجلس كما رانا نتكلم، بعدها ينتقل يبدأ يجرب مرة فقط، مرة في كذا، بعدها ينتقل إلى عياذ بالله الإدمان، ربما يصير مروج مخدرات، مروج كبير يعني يبيه. يقول لك الله غير أنا مد كيفاش أنا نبيحها. يا عبد الله هذه سموم، أنت تسمم المجتمع، أنت تخرب المجتمع المسلم، أنت تخرب العقول والأديان والنفوس، تتلف الأموال، تهلك الأعراض. اتق الله عز وجل. يقول لك الله ما تكيفتهاش، مصيبة، أنت مروج مخدرات. إذن هذا من أبرز الأسباب أيها الكرام، أن الإنسان ينتقل من درجة إلى أخرى. فليحذر المسلم أن يخالط هؤلاء إلا من باب نصحهم، أذكر إلا من باب نصحهم. شوفوا أنا ننصح هؤلاء، كما قلت هؤلاء محرومون الآن من لذة الإيمان، هؤلاء مغبون، هؤلاء غرقوا في بحر المخدرات، هم غارقين تخليوهمش. ما يقولش الإنسان نفسي نفسي، الحمد لله أنا مصلي، وليدي متى يا عبد الله، أخوك، جارك، صديقك، ابنك، وليدك اللي في عمره الآن 6 سنين 10 سنين يولي 16 سنة ويولي 20 سنة بعدها. اتق الله، تقولش نفسي نفسي. نحن جميعا ركاب سفينة واحدة، هي سفينة المجتمع الجزائري المسلم، سفينة الأمة المسلمة. فإن غرقت السفينة غرقنا جميعا، تغرق السفينة، احنا رانا رحنا مع السفينة، غرقت كلها، انتشرت المخدرات وانتشرت المسكرات وانتشرت الجرائم. ولاحظوا الآن الجرائم لا تنتشر بسبب المخدرات، القتل بسبب المخدرات، انتهاك الأعراض. هاو تكلم الشيخ عن بعض الأضرار. إذا الأمر خطير جدا، فالإنسان يتقي الله عز وجل، يختار الجلساء الصالحين
وهناك يعني علاج وسائل علاج سيذكرها الشيخ ويختم. ما أدري أنا الشيخ على أداء المشيد تكلم خير تراش الله يبارك. إذا تكلم بخير الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني. إذا هو بدلنا بأحسن الحديث. إذا يكفيك وتزيد كش مشكلة كل جد أنا أعطيلك أنا كنحترمش مش غير أنا في درار يروح نعطيلك هكذا أنا عادي اللي يجي روح وكنحتم مشكل نحتل لهم درار يا هذه ومسجل كل شيء بك يصبوا لهم. ربي يحفظكم ويبارك فيكم. أسأل الله أن يجمعني بكم في خير وأن يتكرر مثل هذا اللقاء الطيب المبارك برؤية أصحاب الوجوه المشرقة النيرة والأبدان الطاهرة المتوضئة. أسعد بلقائكم، أسعد بالجلوس معكم، أستفيد منكم. أن يختم لنا ختامها مسك ببعض وسائل العلاج. كيف نتخلى، كيف ننجو من آفة المخدرات وهي آفة العصر؟ أسأل الله أن يوفقه لذلك. وفقني الله وإياكم. شكر الله لكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ سليم على هذا البيان الذي يتعلق بأسباب انتشار هذه الآفة المدمرة، آفة المخدرات، والتي تأتي على الحظ والنسل كما يقولون. ضررها ليس قاصرا على شاربها، بل هو متعد، ولا يعزب على شيخنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، في الخمر لعن عشرة. أنت كي تقول عشرة تظن باللي كاع يشربوها، صح؟ هو واحد يشربها برك، وتسعة ما يشربوهاش، هم سبب في شربها. ولهذا اللي راهم يبيعوا في المخدرات ملعونون بلعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشرب المخدرات راه ضحية، واللي بيعها هو المجرم الأول. ولهذا شوفوا سبحان الله كي تقرأ أنت في هذا الحديث، بدأ بالشارب قال شاربها، ماذا قال؟ قال وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخر الحديث. تسعة من يعني تسعين يعني تسعة من عشرة، ما أنت تسعة أشخاص ما يشربوها سبحان الله، بصح ملعونين كاع. علاش ملعونين؟ لأنهم تسبوا في شربها. وللكثير ممن يشرب مخدرات ضحية، خاصة الصغار المساكين. ولهذا يا إخواني معليش الشيخ يسمح لي نذكر واحد السبب مهم، ورغم الولاد هنا ما يسمعوا فيا، اللي هو المكر والخديعة. المكر بولادنا، يخدعون أولادنا. عبكم باللي كاين حلويات مخدرات ولا ما عرفوش؟ حلويات مخدرة، فيغروا الأولاد يا إخوان، يعطونهم أشياء وهي فيها حبوب مهلويسة، حبوب مخدرة. ومن بعد الولد بلا ما يحس يا إخواني يولي هو يطلبها. نعرف واحد يا إخواني جا ليا ما عندهاش بزاف، قال لي شيخ، قال لي في المنطقة اللي أنا نسكن الآن خلابكم في ديال العافية هنا برك في بوروبا، في المنطقة اللي جاية تحت، أنا نسمي الأماكن نسميها اسمو الحصيدة، قال لي كاين واحد تما يجوا لي 10 سنين كذا، قال لي ويبدلهم باطل بالمجان. قلت له على بالي بلي يبدلهم باطل. قلت له على بالك علاش؟ قلت له هذه طريقة معروفة، اللي روجوا المخدرات مع الأول يمد بالمجان، كيما اللي روجوا السلع من طبعا برك باش نقرب لكم، يدير تسويق يعني ماركتينغ، يسوق واش يدير مع الولد، يوزع في السلعة نتاعو باطل. علاش؟ باش يجيب المشتري. هذا الطفل هذا اللي فيه عمره 10 سنين و12 سنة و13 و14 يعطيهم له باطل. اليوم المروج يحوس على هذا الطفل، وغدوة يولي الطفل يحوس على المروج كي تسكنوا في راسه، وكي تسكنوا في راسه اللي بحاله يقولوا انتهى عهد تاع باطل، دوكا لازم تخلص. وطفل منين يجيب دراهم؟ ما عندوش منين يجيبهم، إذن راح يروح يسرق.
شكون اول انسان يسرقه؟ يسرق بابه. ولذا كاين ناس يجي يقول لي عندنا جنون في الدار مالاش نلقاو دراهم ناقصين 200 300 ما نحبش نقولوا باللي اساسنا صحيح. وقلت شبه عندكم واحد هو صحي يا اخواني صدقوني القصه ماهيش قصه يعني قصه جنون ما يسرقوا ولا كاين جنون تاع بشر ما يسرقوا صح اللي هما هادو اللي يروجوا المخدرات يا اخوان بعد اولادنا يولوا يسرقوا يسرقوا بالمئة بالمئتين بعد ذلك بالمليون الجملين ومن بعد يولوا يسرقوا الذهب يولوا يسرقوا الذهب الصياغه اللي هي الكنز تاع الدار الحدايد تاع الشدايد معروفين حدايد الشدايد يولوا يسرقوا الذهب لاخاطش الراس كيتعمر يولي انسان مدمن يولي اخوان ما يفكرش غير في حاجه واحده انه يشبع وشنو يشبع الرغبه الرغبه تاع المخدرات خلاص يولي ما يفكر في حتى حاجه ولذا اخواني كاين اللي كيما قلنا يولي يقتل ويولي يفعل ويفعل ويفعل اخر اذا لازم اولادكم علموهم حاجه وشنو هي اللي يعطيك حبه حلوه حبه شيكولا اللي يعطيك اي حاجه ما تديش ولا لزمك احكمها بصح من بعد ارميها سمحوا لي اخواني الوقت ويقول هكذا الوقت ويقول هكذا وانا مش حاب نفتحكم بابا لكي اذكركم بعض القصص ولكن هذا واقع رانا عايشين احبابي في الله وسائل العلاج راهي كثيره في الحقيقه ولكن احنا نطرقوا منين اذكر الشيخ انتم تعرفوا باللي الطبيب كيترو عنده بعد مثلا يقول لك راك عندك اني كذا ويقول لك اسبابه انك مثلا تاكل الحار وانك تاكل كذا وانك تاكل كذا انك تاكل كذا اذا حبيت اول حاجه لازم يدير الحميه الريجيم تبطل كذا وكذا وكذا اذا واش اذكر الشيخ اذكر اولا الرفقه السيئه الانسان اللي يحب يعالج الموضوع وهو موضوع شرب المخدرات لازم يبدل الرفقه السيئه بالرفقه الحسنه ولازم يخرج من البيئه السيئه الى البيئه الحسنه شتو ذاك اللي قتل 99 نفسا ومن بعد قتل 100 كملهم واش قالوا العالم نهار قالوا هل له من توبه؟ قالوا نعم ومن يحول بينه وبين التوبه الى الله ولكن العلماء هكذا دائما عندهم النظر الى يعني الى الامام يشوفوا لبعيد ينظرون النظره يسموها نظره مقاصديه اعطيت لك الحكم صح لازم نزيد لك حاجة هذه يسموه محاسن الفتوى قال ولكن اخرج من القرية القرية بمعنى المدينة يكون ماشي معناتها البادية القرية شفعوا لها في القرآن والسنة وحتى في اللغة العربية هي المدينة واضح ماهيش البادية اللي هي أو الريف قال ولكن اخرج من القرية يعني من المدينة التي تسكن فيها علاش لأن هذا العالم فهم حاجة مادام جاه واحد الحق يقتل 99 نفسا بعد كملها ب 100 هذا يسكن في بيئه واش رايكم؟ بيئه فيها المخدرات بيئه فيها الخمر بيئه فيها الافات الاجتماعيه وهو هذا السائل هو عباره عن نموذج شونتيو كما يقولوا على الاشخاص اللي ما عايشين في هذه المنطقه ولذا قالوا اخرج من القريه التي انت فيها وكما كان الحال خرج ولا ما خرجش؟ خرج يا اخوان ورب العالمين فضل عليه بقبول توبته ودخول جنته إذا لازم الإنسان يخرج من البيئة لأنه علاش يقول علماء النفس الإنسان كيكون عايش في بيئة فيها أمراض اجتماعية لو كان يحب هو يجتنبهم ما يقدرش فينهزم نفسيا ويولي يشوف اللي باش يرضيهم لازم يندمج معه ما يقدرش إلا إذا خرج وهذا الحل ماهوش ممكن دائما خاصة مع واحد شاب صغير وين يروح فيلقى نفسه راه في وسط متعفن وين يدور يلقى المخدرات واش يدير يرضى بالواقع ويندمج يندمج في المجتمع ولهذا يا اخواني اسم العلاج الاول هو الخروج من البيئه المتعفنه من البيئه الموبوءه بهذا الوباء اللي هو وباء المخدرات واجتناب الاشخاص اللي كانوا سببا في تناوله المخدرات وفي ادمانه على المخدرات أحبابي في الله السبب الثاني أنا ماشي راح أرتبهم ترتيبا يعني هكذا يعني منسجما ولكن فقط نذكر السبب الثاني أو يعني العلاج الثاني هو أن يقوم الوالدان خاصة بواجبهما
وعلى بالكم الشيخ ربي يجازيه خير اختصر الكلام، فانتم على بالكم بلي من اسباب رواج المخدرات هو اهمال الوالدين. انسان جايب اولاد هو مدير في باله كي راه يوكل ويشرب ويلبس او قام بالمهمه، صح؟ هي المهمه ما توقفش عند ذلك، هذا هو جزء من المهمه اللي هو القيام بمصلحه البدن. نعم. ولادك ما همش حجره صخره، راهم بدن وروح يا اخي، صح؟ كاين جسم وكاين روح. انت اذا راك تعتني بالجسم وتهمل الروح ما ديتش الواجب تاعك. الواجب تاعك لازم يكون مزدا ويجن، لازم تقوم بالواجب تاع البدن اللي هو الماكله والشراب واللباس والدواء، والجانب الاخر اللي هو الجانب الروحي، الجانب تاع القلب لازم تعلمهم، خاصه القران الكريم، ولازم تأدبهم، ولازم ايضا ترشدهم الى الاخلاق الحسنه وما الى ذلكم من الامور المعنويه اللي تتغذى بها روحهم. ولهذا لو كان يكون كاين اهمال، ولهذا شحال من الناس ضيعوا اولادهم وما قاموش بهم في الجانب الاخر اللي هو المعنوي، هم بعد ولات عندهم وشنو ضعف المناعه امام الفتن، فتلقى الولد جاهز باش يولي شارب مخدرات، لانه اصلا رقاين به غير من جانب المادي، بصح من جانب المعنوي اللي هو الاخلاقي والديني والايماني ما كاش. ولذا ما تستغربوش انتم كي تشوفوا هذا امر انا اعرفه، هو حنا نقولوا الحماة تاع راتيتي حيدره والبيار وضراريا راك تعرف، ومن بعد تشوف واحد من ثم من هذيك المنطقه وتلقاه مدمن، تقول لا شيخ واش خصو؟ نقول لك واش خصو؟ خصو الايمان، خصو الايمان يا اخي. هما اللي قايمين به من الجانب الاخر المادي، بصح الجانب الديني ما كانش. ولهذا يا اخواني صدقوني ما تظنوش باللي اسمحوا لي، ماشي معناتها صح يا اخوان المخدرات منتشره كثير في الاحياء الشعبيه، بصح ماهيش يا اخواني موجوده في الاحياء الشعبيه فقط، بل حتى في الاحياء اللي فيها الغنى وفيها الثراء وفيها ناس اللي لاباس عليهم كاينه ايضا منتشره. وشنو احنا يا اخوان كاين سبب اخر، والشيخ فقط كما قلت لكم اختصر اللي هو الفقر. الفقر يا اخوان هذا من اسباب انتشار المخدرات. علاه؟ لان الفقر يولد الحاجه، والحاجه واش تولد يا اخوان في رايكم؟ تولد الطمع والنظر فيما في ايدي الناس. اذا كان وليدك ربيته هذيك التربيه الحسنه انه يكتفي ويقتنع، وانه اذا احتاج حاجه يجي ليك. وهذه بالمناسبه للوالدين، لازم تربي ولادكم انهم كي يحتاجوا يجوا ليكم انتوما اللي تكفيهم، ما يروح عند حتى واحد. صاروا كان واحد يكون بخيلا ومتشحح وما يكرمش ولاده وكذا، بدا يولي يشوفوا يتطلعون الى ما في ايدي الناس، والناس ماشي كاع يعطي لك بدون مقابل، بالك عمو يعطي له بدون مقابل، خاله يعطي له بدون مقابل، صح؟ ولا ربما اخوك في لك كما شيخ سليم مثلا باك يعطي لوليدي يعطي له بدون مقابل، بصح ماشي كاع الناس هك، كاين اللي يعطي لك ويدي منك. ولهذا يا اخواني الكثير من الناس عطاو وداو، واللي داوها هي اكبر حاجه اللي هي السلامه والعافيه من هذا المخدرات، ويولي الولد ضحيه بسبب ماذا؟ بسبب انه يطمع فيما في ايدي الناس بسبب الفقر والحاجه. وانا يعني انتظر باش نجي نجلس معكم، الشيخ الاستاذ ابراهيم ربي يحفظه ذكرني بشيء، قال لي هذو الناس اللي يشربوا مخدرات ولا يتاجروا فيها، يقول لك انايا الله غالب ما لقيتش خدمه وما لقيتش رزق وما لقيتش كذا، وقت تشوف كيفاه والمعيشه غلات وكذا. يا اخي معليش، الان اذا كان انت ما جاتش الدنيا بالحلال تطلبها بالحرام، يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واجملوا، اجملوا من الجمال في الطلب، ما انت تقي ربي سبحانه واطلب بالمال والدنيا بطريقه صحيحه. وانت الان اذا ما كانش طريقه اللي راه في راسك، ماهوش معناه بلي ما كانش طرق واحد اخرى، كاين الحمد لله، ولكن انت يا راك حصرتها فقط. مثلا ان المال ينال بالتجاره، ما كانش تجاره ما كانش مال، لا انت ماكش حاب تكسب المال، لان ربي سبحانه جعل للمال اسباب، للرزق اسبابا. وانا فقط نعطي جوابا بسيطا لهذا الناس يقولوا بلي حنايا ما لقيناش منين نتاجروا منين نخدموا منين كذا، روحوا المارشي برك نتاعنا تاع باجراح، شوفوا الناس هذوك البساطه اللي يخدموا مساكن يحملوا كذا،
سواء من السود اللي جاونا من غير الجزائر ولا خاوتنا الجزائريين. نعرف واحد فيهم، نعرفه شخصيا، ونحبه في الله، لين لقيت فيه هذا الصيفة. وشنو هي؟ انه رجل خدام، هو بين قوسين حمال، بصح راجل، خدام على زوجته وعلى اولاده. روح تخدم على روحك، روح يا اخي ادخل السوق، كما قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: دلني على السوق. سبحان الله، روح اسعى. شوف يا اخي هذاك الانسان اللي خرج صدقه في الليل، قال اتصدقنا الليله بصدقه، كل غير الشاهد، واش طاحت في هذيك الليله؟ في سارق، سارق صدق عليه، صدقش عليه، اعطاله هذاك السارق. نا واسمه الصباح قاعد يهضر، قام على بالكم والله غير استغربت، وانا يا نسرق، انا نسرق، يقولهم انا كي نحوس على الضراب راح نسرق. بصح الليله صارت وقع شيء عجيب. وشنو هو؟ وانا قاعد ما سرقتش، جاني رزق، جاني انسان حتى وجهه ما فيش عليه في الليل في الظلمه، واعطاني مبلغ من المال، وقلت وقيت ما كاش منها. ها بدا قال شعلت الشمعه وقلت نشوف والله غير دراهم. صح، معناتها كاين باب، ويقول في نفسه كاين باب من ابواب الرزق، انا باك ما على باليش، وانا حصرتها غير في السرقه. بصح كاين باب. لهذا واش قال نبي ذلك الزمان او اوحي الى هذا الشخص؟ اما السارق فلعله يستعف. واش متى يستعف؟ يتكاكى مع روحه بلي ماشي الرزق يطلب فقط من طريق السارقه. نفس الشيء يقولوا لخوتنا هذو، ماشي الرزق فقط يطلب من جانب انك تبيع المخدرات وترهج الامه وتفسد الشباب وتهلك الاسر. ويا ليت كما قلنا مقبل يا اخواني، المخدرات تفسد غير هذاك اللي يشربها، راهي تهلك الامه. روحوا سقسوا الوالدين مساكن اللي عندهم واحد برك مدمن، واش راهم يعانيوا يا اخواني؟ واش راهم يعانيوا مساكن؟ راهم في هم وغم، وراهم في حزن يا اخوان، راهم في نصب، راهم في شدة، في ضيق، في حرج. وهذه كاع راهي ذنوب ومعاصي يتحملها هذا الإنسان غدوة كي نهار يلقى ربي سبحانه يوم القيامة. هذا إذا كان في شخص واحد والعائلة تاعو، خلي إذا كان يرهج في أمة، يرهج في حي، يرهج في بلدية يا إخوان، وش راح يكون الإثم تاعو يا إخوان؟ راهي مصيبة كبيرة يا إخواني. إذا يا إخواني الفقر ثاني راهم، بصح كيفاش نعالجوه؟ إحنا الوالدين نربي أولادنا يحتاجوا إلينا، يجوا لينا. كي يحتاج وليدك اي حاجه يجي باباه ويجي عندي يمه، تفرجي عندي ماء وتفرجي عند باباه. وربوا اولادكم يا اخوان باللي انتوما تعيشوا اولادكم على حسب المستوى نتاعكم. والدنيا هذه فيها غني ومتوسط وفقير، والقناعه كنز لا يفنى، وكذا كذا. علموا هذه المبادئ يعيشوا باذن الله، باذن الله تعالى. احبابي في الله اسمحوا لي، من بين اسباب العلاج ايضا أننا نعلم أولادنا يقراوا، وباللي المستوى الدراسي هو رأس مالهم، هو الأساس اللي يبنوا عليه حياتهم. الآن هم أولادنا هكذا يهضروا من ذاك، سبحان الله، يقول لك ويا أبي مقرأين شوف فيها بلي واقين ما تخرج، وين ما تخرج؟ يقول لك شوف يا أبي الدنيا قاع دراهم، الدنيا قاع راهي غير بالمال. لا، شوف يا أخي، البارح انا نقولها لكم مع واحد مولادي، هضر لي هذه الهضره، قلت له شوف كاين فرق ما بين انك تجعل العلم وسيله للمال وانك تجعله غايه والمال هو الوسيله. لان علاش؟ هو قال لي كاين واحد قال له الا راك حاب تتعلم لازم تطلب العلم للثراء، قال اطلب العلم باش تولي ثريا. قلت له لا، قلت له هذا راهو غلط. قلت له أن العلم يطلب لذاته، تقرأ باش تتعلم وتتنور وتعبد ربي على بصيرة وتنفع الناس وتكون عندك مستوى، هذا مهم، تكون عندك مستوى. احنا يا إخواني كي قرينا وخرجنا من لاكلاسيير، وعلاش قلت لكم عندي ذكريات؟ هذه واحدة نقولها لكم، كنت نجي بلاد سينتو هنا، هذا الغابة لو كان تهضر هذا الأشجار هذو يهضر، كنت نخرج يا إخوان عندي قراية نجي ندخل داخل الغابة. علاش؟ باش نريح مع راسي، باش نقدر نقرا مليح. وكنت نحل التمارين تاع الرياضه الفيزياء هنا، وعندي دار وحده شومبرا ربعه على ربعه، فيها بابا ويمه وخالتي وخياتي، بصح ما نقدرش نقرا تما، نجي لهنا لهذ الغابه. كنت نقرا باش يكون عندي مستوى، ما كنتش مفكر في المال، بصح على بالي بالقرايه نشق الطريق نتاعي، ويكون عندي مكانه ومستوى.
ولهذا يا إخواني ماذا واش قلت لوليدي؟ قلت له إذا كان تقرأ باش تكون عندك مستوى وكون عندك مكانة وبالقرايه تجيب المال، جيب المال بإذن الله تعالى، بالصح ما يكونش هو المقصود تاعك، لأن العلم هو الغاية والمال وسيلة، تراك في طريق صحيح. أما إذا كان أنت تقرأ باش تولي عندك مال، هانا نشوفوا يا إخوان سمحوا لي قرصين، الناس قاريين بالصح غشاشين، طبيب غشاش، دكتور سبحان الله طبيب، بروفيسور يا إخواني في الصحة بالصح خاين، علاه؟ لأنه يا إخواني يطلب في المال بالعلم، يطلب أنت تطلب اسمه العلم بالمال، أنفق باش تتعلم. بصح كي نهار تولي عندك مستوى ترضى على نفسك وتحس باللي ما ضيعتش حياتك، وتحس انك كي توقف مع اي شخص ولا تدخل اي مؤسسه ولا تسافر وتحب تتكلم في اي قضيه تحس روحك باللي عندك وزن، وان اصحاب المال قدامك يسكتوا، وانك تتقدم عليهم. سقسى واحد لاعب جزائري دولي او يلعب في قطر الان عنده دراهم ما شاء الله، قال واش حاجه اللي ندمت عليها في حياتك؟ قال ما قريتش، انني ما قريتش، وهو عنده دراهم كبار يا اخوان، قالوا ما قريتش، يعني ما عنديش مستوى، ما عنديش نيفو كما قال هو. هذا هو. اذا يا اخواني لازم ولادكم يقراوا، علاش؟ لانه كان ما يقراش واش هو يستنى فيه برا؟ لو كان يخرج من المدرسه يا اخوان سواء في مرحله الابتدائي والمتوسط ولا الثانوي ولا حتى الجامعي، واش هو يستنى فيه؟ والنفس اذا ما شغلتهاش بالحق تشغلك بالباطل، اذا ما شغلتش لتوليدك بالعلم وكذا راح يتشغل بهذه الافات ومن بعد المسكين ينحرف. لهذا يا اخوان ما تقولوش لولادكم كما قالهم واحد، قال له تاجر ولا هاجر ولا تكون عندك رجلك كيما رجل ماجر. نعم جابها له بالسجع. ايه ومن بعد واش كاين؟ ما كاين والو، هم راحوا مساكن وماتوا في البحر، هاجروا بعد ذلك ولا هاجروا ضاعوا. نعم. والتجاره يكون بدون علم واش؟ تدخل في الربا وانت ما على بالكش، تدخل في المحرمات الشبهات وانت ما على بالكش، الى اخره. حبايبي في الله ربما اختم به بهذا الوسائل العلاجية، وهي ربط الأولاد بالمسجد. حنايا في لاكلاسيال أنا نحكي لكم يا إخواني باللي زدنا هنا، أنا زدت في حي الحدائق رودي جارد. أنت وين زدت شيخ؟ أنا زدت في الدار. وأنت ثاني في الدار شيخ؟ أنا زدت في الدار. إذا أنت في حي الهندسة العسكرية رودي جيني هكذا. انا زايد في وسمها في حي الحدائق، الهواء الاولاني اللي شميته الاولاني في الدنيا هذه كان ثم شهرين. الوالده تقول لي ارحمنا، جينا اللي اسمه شارع حنان، فنط ثم. كنت من ذاك نخرج يا اخواني غير قدام الدار ثم برك نلقى قارورات تاع الخمر، معناتها كنا مستعدين باش نكونوا من المنحرفين، مستعدين باش نكونوا من الضائعين من المجرمين. واش الشيء اللي سلكنا بعد الله سبحانه؟ المسجد، مسجد النصر، مسجد النصر. انا مانيش شافي كيفاش لقيت روحي داخل مسجد النصر، صدقوني والله ما راني شافي كيفاش لقيت روحي داخل الجامع مسجد النصر، والذي اذكره تقريبا في سن العاشرة، 10 سنين، يعني في سنة 80 اذكر انني لقيت روحي في مسجد النصر. هذه نشفع عليها مليح، وانني يعني مع حلقات تحفيظ القرآن وكذا حلقات يعني مع بعض هكذا الشيوخ كانوا يعلمونا شوية الآداب والأخلاق وكذا إلى آخره. كي التزمنا المسجد كنا نشوفوا المتناقضات في المسجد شيء، وخارج المسجد خاصة كي نجوا لهنا جوايه لي بالمي كي كانت لي بالمي، ولا هنا بلاد سينتو، ولا طلعوا بلاد زورو نلعبوا، ولا من ذاك حتى في رد الواد في التونال هذا وكذا، تشوف بعض المتناقضات هكذا في المجتمع، تشوف الظلمات والنور. صح شدنا المسجد بنوره سبحان الله. لهذا ربطوا اولادكم ببيوت الله تبارك وتعالى في المسجد كما قال سيدي محمد صلى الله عليه وسلم بيت كل تقي. واخيرا وليس يعني اخرا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الوالدين يدعوا لاولادهم. شوفوا سيدنا ابراهيم قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الرجل الصالح قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. دعاء تاع الوالدين شفوا عليه، راهو حرز يا إخوان، راهو حجاب لأولادكم. ما تدعوش على أولادكم حتى ويكونوا ماشي ملاح، أدعو لهم بالصلاح وبالهداية. وأيضا يا إخوان حتى الإنسان هو يدعو لنفسه بالخير، وخاصة أذكار الصباح وأذكار المساء.
وكي تجي خارج دائما بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الأذكار ثم الأذكار ثم الأذكار يا إخوان. كونوا إن شاء الله في حفظ الله تعالى بمداومة ذكره ومزاولة دعائه، وأسأل الله عز وجل لكل من كان سببا في هذا اللقاء المبارك وفي هذه المناسبة الطيبة أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم جميعا. واستسمحوني إن زدت شيئا على الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم مشايخنا الأفاضل، نستسمحكم عذرا. ربما الكثير منكم يتساءل لماذا هؤلاء جالسون هنا. أبت الجمعية حي العدور إلا أن تجعل لهم مكانا سمته منصة شرفية سبيل دعوتهم إلى الله تعالى، لأنه بسفتي ابن حي القلاصير وصلني البارحة أن الشيخ حسين تناول في خطبة الجمعة موضوع آفات المخدرات، وأنا من مقامي هذا أشكره جزيل الشكر على ذلك. إلا أننا نطلب منكم أن تنتظرون بعض الوقت حتى نكرم مشايخنا جزيلا ما قدموه لنا ومشايخنا الكرام، ونبتدئ بأول فرد قدم لنا أو تلا علينا خير الكلام وهو القرآن، وهو الشيخ علاء الدين شنيتي، وليتفضل لتكريمه عمي رابح بالجوزي إمام مسجد الأرقم، فليتفضل. بارك الله فيك أميرة بحر. وثاني شخص هو إمام السابق لمسجد النصر، هو الشيخ الدكتور الفاضل أبو عبد الرحمن سالم حكيمي، وليكرمه تلميذه عبد المجيد إمام مسجد الرحمة، فليتفضل مشكورا. وثالث شخص نكرمه اليوم هو الشيخ الدكتور عبد القهار غلاب، وليكرمه جاره وصديقه وأخونا الشيخ رشيد زاير، فليتفضل مشكورا. ننتقل إلى شيوخنا الكرام، شيوخ مساجد حينا الكريم أو مقاطعة بجراح، ونبدأ بكبيرنا هو عمي رابح بن جوزي، وليكرمه الشيخ سالم حكيم، فليتفضل. ثاني شخص كنت قد تكلمت عليه أن مؤقام الدنيا وما عليها في سبيل محاربة آفات المخدرات البارحة في خطبة الجمعة، وهو الشيخ حسين إمام مسجد الإيمان، ويكرمه الشيخ عبد القهار، فليتفضل مشكور.
ثالث رابع شخص نكرمه هو الشيخ الذي كان له الأثر في سبيل الدعوة إلى الله في حيلق القصير, هو الشيخ راشيد زاير. يكرمه أخونا وشيخنا القارئ على الدين شنيتي, فليتفضل. خامس شخص نكرمه هو إمام مسجد الرحمة خونا عبد المجيد, ويكرمه رئيس جمعية حي العدور حاليا خونا عبد الكريم رابط, فليتفضل مشكور. حتى لا ننسى إمام حينا الفاضل الذي تغيب عنا اليوم, نسأل الله له العافية. تغيبته في حجة عند ربنا لا نعلم سببها, هو الشيخ مصطفى غنانية إمام المسجد الحالي, إمام الحالي المسجد حي النصر, الذي يقوم مقامه مؤذن المسجد ذاته شيخ محمد, ويكرمه الشيخ راشيد المؤذن السابق لمسجد النصر. سابع شخص نكرمه اليوم إلا أنه تغيب رغم دعوتنا له هو الشيخ زين الدين بطراوي, لا نعلم سبب غيابه, وكان سبب غيابه هو وفاة والده, نسأل الله. أسف أنه الوالد نتاعو راه عيان شوية, ذلك هو سبب غيابه اليوم, ويمثله هذا اللقاء ويمثله هنا رشيد, ويكرمه الرئيس الشاب أو الرئيس الأول لجمعية حي العدور عمي مصطفى صهيلة, فليتفضل. ثمة شيخ قائم على المدرسة القرآنية لمسجد مالك بن النبي لم يشأ الجلوس ها هنا إلا أننا لا ننسى فضله في سبيل الدعوة إلى الله, هو الشيخ عبد الباسط حيقول, فليتفضل لتكريمه من طرف خونا سامر قاسم, فليتفضل مشكورا. الشيخ عبد الباسط حتى لا ننسى أنه من كان سببا في تأسيس الجمعية, هذه الجمعية التي تمثل حيلق القصير عموما, والذي كان رئيسا لها وهو أول رئيس, أخذنا من نصائحه وإرشاداته ما شاء الله في ذلك, وهو عمي مصطفى سويلح, ويكرمه الشيخ بلال بوشابو, فليتفضل مشكورا. وكذلك حتى لا ننسى آخرا ليس أخيرا, من كان قائما على جمعية حي العدور سواء بالإمدادات أو بالإعانات, وهو ولم يبخل في ذلك على الجمعية أو على أبناء حي القصير في شيء, وهو أخونا إبراهيم حدادو, ويكرمه رئيس جمعيتنا للمرة الثانية الشيخ عبد الكريم مرابط, فليتفضل مشكور.
أبناء الحي، لم ترد جمعية حي العدور وأعضائها إلا أن تكرمكم، إلا أن هذا التكريم سيكون عند الخروج من الملعب، لذا نرجو أن يكون الخروج بانتظام من الملعب بعد الكلمة الختامية، بعد الكلمة الختامية وسماع آيات بينات من شيخنا عبد الكريم علاء الدين شنيتي، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أيها الأحباب الفضلاء، طبتم وطاب ممشاكم وقرن الله بالجنة طيب خطاكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. وأقول في الختام، ما سمعتموه وما قلناه هو كلام طيب بلا شك، ولكن الأطيب والأجمل منه أن يحول إلى واقع عملي ومنهج حياة، فلنمد أيدينا إلى من ابتلي بالمخدرات لننتشله وننقذه، ولنذكره بالله عز وجل، ولنكثر من الدعاء أن يحفظنا الله ويحفظ مجتمعنا. إني داع فأمنه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجزي كل من أسهم في هذا اللقاء الطيب، اللهم عافي مبتلانا، اللهم طهرنا وطهر مجتمعنا وحينا هذا من آفة المخدرات ومن سائر الآفات. شكر الله لكم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أن تكون المغادرة في انتظام حتى ينال كل شخص منكم رانه، بارك الله فيكم. بأشغال هذا اللقاء، خير ما نبتدئ به هذا الاجتماع هو تلاوة آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ علاء الدين شريفي، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يعلموا أن